المقاومة المشتركة تحكم السيطرة على المدخل الشرقي للحديدة واستعدادات لتأمين المدينة بالكامل. أبطال المقاومة يتعهدون بحماية المدنيين وتقديم التضحيات لتخليص الوطن من عبث وإجرام ميليشيات الحوثي الإرهابية. القوات الحكومية تقترب من مركز كتاف وقمم جبال مران بصعدة وتسيطر على مواقع جديدة في الملاجم بالبيضاء. الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. تطهير وتأمين مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية غاية تسعى قوات المقاومة المشتركة والقوات الحكومية لتحقيقها، فتبذل قصارى جهدها لتطهير مدينة الحديدة وفق خطة محكمة غايتها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لمختلف المناطق التي يتم تطهيرها وليس لها أي ثأر مع أحد، كما تحاول ميليشيات الظلام الكهنوتية الترويج له في سعيها لمواصلة ممارسة أعمالها الإجرامية في دمار اليمن وقتل اليمنيين. أحكمت المقاومة المشتركة سيطرتها الكاملة على المدخل الشرقي لمدينة الحديدة موقعة خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية. مصدر عسكري في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أكد أن وحدات نوعية من المقاومة المشتركة خاضت الساعات الماضية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في المحور الشرقي، تكللت بالسيطرة الكاملة على قوس النصر البوابة الشرقية لمدينة الحديدة والسيطرة النارية على كلية الهندسة وشارع الخمسين ومدينة الصالح السكنية وفرار جماعي لعناصر الميليشيات الحوثية إلى داخل الأحياء السكنية بعد مصرع وجرح العشرات منهم. المصدر أوضح أن قوات المقاومة المشتركة تتقدم صوب دوار المطاحن مسنودة بغطاء جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي التي تواصل دك التحصينات الدفاعية للميليشيات الحوثية. أعلنت قوات العمالقة في شريط مصور بثته أنه تم قطع كيلو 16 وأنه تمت السيطرة الكاملة على مداخل المدينة لاقتحامها من جميع المداخل وتطهيرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية. اليوم نحن قطعنا كيلو 16، الخط الرئيسي الواصل ما بين كيلو 16 الحديدة كيلو 16 صنعاء، ماررين باتجاه شرقي من المدينة. مصانعنا هدفنا مصانع نانا، الوصول إلى مصانع نانا ومحاصرة العدو من الجانب الشرقي للمدينة. بعد السيطرة الكاملة على كما تشاهدون على الاسفلت الامداد الرئيسي اللي تعتبر شريان الرئيسي لميليشيات الحوثي على كيلو 16 وكيلو 10 وكيلو 7 وقبولة قبولة يمن موبايل وقبولة الغراسي، الآن نذهب لتطويق آخر منفذ التي تم منح له الحوثي لمدة شهر ولكن لم يعي ولم يستمع لهم فأبى إلا أن ينتحر وأبى إلا أن يموت في أراضي كهامة. فنحن الآن طوقنا المدينة في جميع الاتجاهات كما تشاهدون، يتم الآن اقتحام المدينة من جميع المداخل، اقتحام نهائي لقلب المدينة إن شاء الله. و
وتواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة المشتركة نزع الألغام والمتفجرات المموهة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على امتداد الطريق في محيط مدينة الحديدة والمناطق التي اتخذتها مواقع لعناصرها الإجرامية بهدف تأمين تقدم قوات المقاومة بأقل الخسائر. هؤلاء العبوات من ميليشيات الحوثة، فلله الحمد من فضل الله عز وجل ومن فضل شبابنا وألوية العمالقة تم تفكيك هذه العبوات والألغام من تبع فرقة الألغام الذي تم تشكيلها عبر ألوية العمالقة، والحمد لله بإذن الله مبذور. نحن هنا هذه العبوات كمان عندنا العبوات الناس فيها موجودة في منازل المواطنين، وأكثر من عبوة موجودة في كل منزل، ولهذا ما رحموا حتى المنازل المواطنين اللي يزرعوها ألغام عبوات ناسفة. بالنسبة للهجمة نحن مستمرين، ولا تمنع عبواتكم ولا تمنع ألغامهم ولا تمنع أي شيء، قادمين عن حديدة قادمين، ما قادمين دبعنا ومهما اشتشهدنا ومهما قدمنا مشاهدنا قادمين. عبر الهاتف من مدينة الحديدة مراسلنا عبد الوهاب نمران. عبد الوهاب، ما الجديد؟ نعم، هو الله والناصر بحمد الله، ونصرها تمكن الأبطال من القوات المشتركة وحدات الامتحان على ثالث محور دامو بامتحان المناطق الاستراتيجية التي تعتبر من أهم المناطق التي كانت تتحصن فيها ميليشيات الكهنوت الإجرامية. وحدات الامتحان من أخواننا ألوية العمالقة بإسناد من أبطال حراس الجمهورية وصبور قيامة دامو بتطهير عبد الوهاب هل تسمعني؟ نعم، قاموا بتطهير ماذا؟ أعد من جديد إذا سمحت. نعم، أعد من جديد قاموا بتطهير ماذا؟ نعم الجديد كما أرسلنا سابقا أن القوات المشتركة وحدات الامتحان تقوم بواجبها الوطني على ثالث محور. المحور الأول كان على كيلو 7 يوليو وكلية الهندسة وبوس النصر، وتم تطهير أجزاء كبيرة من هذا الاتجاه، وتم تأمين مواقع ومناطق استراتيجية مهمة حيوية تتحصل فيها ميليشيات الإجرام الكهنوتية. وهناك سقوط أكثر في أقل من 48 ساعة، سقوط أكثر من 53 قتيل من ميليشيات الإجرام الكهنوتية، لا تزال جثث البعض منهم مرمية حتى هذه اللحظة. هناك فرار جماعي لميليشيات الإجرام الكهنوتية صوب منطقة باجل، وهناك أندى أكدت إلى أن هناك مواجهات في نقطة تتبع الأمن الوقائي التابع للميليشيات مع ميليشيات فارة صوب منطقة باجل أثناء تقدم الأبطال حراس الجمهورية وألوية العمالقة وصبور قيامة. هناك ائتلاف كبير لدى الميليشيات، وخاصة بعد قدوم الأبطال صوب مدينة الصالح لتطهيرها وتخليص الوطن من هذه الشديدة الضالة التي قتلت وشردت وهجرت أبناء الوطن. هناك معنويات كبيرة، وهناك إجمال من أبناء تهامة للانتحاج بإخوانهم أبناء القوات المشتركة حراس الجمهورية وألوية العمالقة، وخاصة المناطق التي على استعداد لتطهيرها من ميليشيات الإجرام.
هناك في الجهة الأخرى صوب الكيلو 16 أصبح الكيلو هذا 16 طريق صنعاء الحرية مقطوع بالكامل من قبل أبطال العمالقة في إسناد من إخوانهم حراس الجمهورية. وفرار جماعي كما أسلفنا للميليشيات الإجرامية وانهيار في معنوياتهم وارتباك كبير لدى تلك الميليشيات الإجرامية. هناك مكبرات الصوت من قبل الأبطال داعمين المحاصرين للميليشيات الإجرام الكهنوتية للاستسلام وللاستسلام لينجو من القتل أو محاولة الجكال سيقتلوا من قبل الأبطال. هناك خياري أما الاستسلام أو لا خيار بينهما. وهناك تقدم كبير من الأبطال صوب المدينة ومنعها وستسمعوا أخبار سارة بمشيئة الله. معنويات مرتفعة وإصرار كبير وتلاحم أخوي كبير من أبناء القوات المشتركة ضد هذه الشبه الهضامة الكهنوتية. عبد الوهاب بن مراد مراسلنا في الحديدة، شكرا جزيلا لك. هذا وسيطرت قوات المقاومة المشتركة على كلية الهندسة وتقترب من السيطرة على مدينة الصالح في مدينة الحديدة، حيث تواصل تقدمها الميداني لاستكمال تطهير مدينة الحديدة وسط انهيارات متسارعة في صفوف ميليشيات الكهنوت الحوثية. تواصل القوات المشتركة عملياتها العسكرية في مدينة الحديدة لاستكمال تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث حققت القوات المشتركة انتصارا كبيرا وتوقلت عبر الطريق الترابي خلف مطاحن البحر الأحمر باتجاه مدينة الصالح، وتخوض عمليات تمشيط في محيط أحواش الخامري وكلية الهندسة بجامعة الحديدة. ووفقا لمصدر ميداني فإن أبطال المقاومة وبخطا ثابتة طهروا أجزاء واسعة من المدينة وتحديدا في الاتجاه الشرقي حسب الخطة العملياتية والهادفة إلى تطهير مدينة الحديدة وموانئها الاستراتيجية من ميليشيات الحوثي الإجرامية. وحدات الاقتحام للقوات المشتركة والمدربة جيدا قلبت المعادلة سريعا على رأس الحوثيين، فسرعان ما انهارت العصابات الحوثية وفرت مذعورة إلى منازل المواطنين، وهو ما جعلهم في أمان من ضربات المقاومة التي تتجنب بشكل مطلق القتال في منازل المدنيين. الميليشيات فقدت السيطرة كليا على المحور الشرقي للمدينة، فيما يقوم الأبطال بعمليات نوعية لتقطيع أوصال مجاميع الميليشيات في المحور الجنوبي وتضويقها داخل مربعات معزولة. وعلى وقع الهزائم المتتالية التي منيت بها الميليشيات، تبادلت القيادات الحوثية ومجاميع المتحوثين تهام الخيانة والفرار من الجبهات خلال اليومين الماضيين، وسجلت جبهات في الساحل الغربي خلو مواقعها من المقاتلين المتحوثين الذين أرجعوا هروبهم إلى فرار المشرفين والعناصر الحوثية من خطوط المواجهة، ولا سيما تلك المنتمية لمحافظة صعدة. وهكذا يسطر أبطال القوات المشتركة اليوم ملحمة بطولية في محافظة الحديدة ضد جماعة الموت الحوثية. تمكنت قوات المقاومة المشتركة من تأمين عدد من المواقع ضمن خطة محكمة غايتها حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم خلال عمليات تطهير مدينة الحديدة. الصور التالية تظهر جزءا من تأمين المقاومة المشتركة قوس النصر ومحيطه في الحديدة. الشاحنات
عامل عامل ارسل صور الانزل لا يحصل ارسل 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 كل هذا محرع حقهم البضاعة ها صور الذخيرة حقهم هذه ألقام العدو ألقام المجوس بإذن الله بعدهم لا مران فهذا العدو يرمي علينا الآن العدو منهار ومشارد بإذن الله العدو منهار وبعدهم لا مران سيطرنا على كيلو 16 ودخلوا الى الميناء ان شاء الله الى مدينه الحديده في هذا اليوم. ثلاث عمالقه سيطر على كيلو 16 الخط الذي يربط بين الحديده وصنعاء. باذن الله نحن قادمون الى مدينه الحديده والنصر ولا الشهاده. بإذن الله بنسيطر على هذا الميناء في هذه الساعات. يا مهدي هذا الناس تعال اطلع منا تكبير تعال صفينا يا اخي باللغم دي تعال في لغمنا تعال لغم لغمنا الحمد لله تعال اتفرغ هذا المصر جميل ويا لغم الجنوبية حفظهم الله ونشكرهم بهذا النصر العظيم تحاول ميليشيات الحوثي عبر ماكينتها الإعلامية الترويج إلى أن ما يخوضه أبطال القوات المشتركة في الحديدة عبارة عن معركة انتقامية وهذا ما نفاه بيان المقاومة الوطنية حراس الجمهورية الذي أكد أن المعركة وطنية وليست انتقامية ودعا المغرر بهم من أبناء القبائل إلى تسليم أنفسهم والاستفادة من هذا النداء المنطلق من مسؤولية دينية ووطنية وإنسانية. خمسة شهور والمقاومة المشتركة تدأب بخطى حثيثة واستراتيجية لتحرير محافظة الحديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تخندقت في كل مدينة من حواضرها وكل قرية من بواديها. خمسة شهور حققت المقاومة المشتركة بمعارك نوعية تقدمات من المخا جنوبا إلى أن وصلت إلى مدينة الحديدة شمالا. ساعة الصفر انطلقت لتحرير مدينة الحديدة وجسدت حينها المقاومة الوطنية اسمها في بيان توجهت به إلى عموم أبناء اليمن. حمل هذا البيان عدة أهداف أساسية بيّنت من خلالها المقاومة الوطنية أهم مرتكزات المعركة وأهدافها. فقد أسمت المقاتلين في صفوف الحوثي بأنهم عبارة عن مغرر بهم ودعاهم البيان لتسليم أنفسهم إلى أقرب قوات تابعة للمقاومة ولهم وجه الأمان وهذا ما تعرف عليه اليمنيون على مر تاريخهم. وكي لا يكون أبناء القبائل وقودا لمعارك ميليشيات الحوثي العنصرية دعا البيان كافة مشايخ ووجهاء اليمن ممن ما يزال أبناؤهم يقاتل في صفوف الحوثي الاستفادة من هذا النداء المنطلق من مسؤولية دينية ووطنية وإنسانية. استمات الحوثي على مدى أشهر منذ انطلقت معركة تحرير محافظة الحديدة في الترويج لشائعات مفادها أن حراس الجمهورية هدفهم انتقامي من القبائل والمشايخ وأعيان المناطق ليعلن بيان المقاومة الوطنية حراس الجمهورية صراحة مؤكدا لجماهير الشعب اليمني أن قيادة المقاومة ليس لها أي ثارات مع أحد كما تروج لها عصابة الحوثي. وحددت المقاومة الوطنية هدفها بأنه وطني وبأن جميع أبناء اليمن من مختلف شرائحهم ومذاهبهم ومناطقهم هم أخوة وأبناء.
ختام بيان المقاومة الوطنية كانت رسالة عامة حددت من خلالها المقاومة الوطنية حراس الجمهورية الهدف الوطني الأسمى لمعركة تطهير مدينة الحديدة، فهي منطلق أساسي وطريق لتحرير كل تراب الوطن اليمني واستعادة نظامه الجمهوري ومؤسسات دولته المختطفة، وليس لهذه التحركات أي نزعة انتقامية أو سياسية، وإنما هي تلبية لنداء الجماهير اليمنية التي تتوق للحرية والخلاص من هذه العصابة الكهنوتية الإرهابية. بعزيمة لا تلين وإرادة لا تستكين، يواصل أبطال المقاومة المشتركة دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة الحديدة والانتصار لوطنهم وجمهوريتهم وحريتهم بعد 4 سنوات من العبث والإجرام الحوثي. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يسطرون أروع الملاحم ويذيقون العداء السم الزعاف بعد أن طغوا وتجبروا وعاثوا وتكبروا. جاءوا إلى الساحل الغربي بالحديدة وتجاوزوا كل الصعاب والمحن، ليس لأي مغنم ينتظرون وإنما لوطنهم وشعبهم ينتصرون. جاءوا متسلحين بالإيمان ومتدثرين بحب الأوطان لإنقاذ شعبهم من براثن عصابة شعارها الزور والبهتان وهدفها النهب والطغيان. يمانيون هبوا من كل ربوع اليمن دفاعا عن كل شبر يغتصبه المجرمون السلاليون من أرض الوطن. يقاتلون من أجل تحرير بلادهم وحفاظا على ثورة سبتمبر وأكتوبر الخالدة التي ولدت لتبقى، والتي كان الهدف الأول من أهدافها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. وصلوا إلى الحديدة وكلهم إيمان مطلق بعدالة قضيتهم والانتصار لوطنهم وإنقاذه من عصابة الكهنوت الحوثية العنصرية السلالية الطائفية. أبطال همهم دحر الإرهاب الحوثي، دحر خرافة الولاية التي لا وجود لها إلا في مخيلة الحوثي وزبانيته. انتصاراتهم ليست للمتاجرة أو المزايدة، وإنما من أجل وطن يكون قراره حرا أبيا شامخا قويا. جاءوا من أجل النصر وليس سوى النصر، خلفهم إرادة الشعب التي هي من إرادة الله، ينتصرون لشعب الإيمان، الشعب التواق للحرية والعدالة والديمقراطية. وصلوا بقناعة تامة وشعارهم فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم. قطعت ميليشيات الحوثي الإرهابية خدمة الإنترنت عن مدينة الحديدة بعد الانكسارات المتتالية التي تتعرض لها، ما يكشف نوايا خبيثة تنوي الميليشيات القيام بها وحجبها عن العالم. وبهذا الإجراء تفرض الميليشيات الحوثية حصارا آخر على سكان مدينة الحديدة، إلى جانب منع المدنيين من مغادرة المدينة واستخدامهم دروعا بشرية. وتتحكم الميليشيات الحوثية بخدمة الإنترنت والاتصالات من مراكز التحكم في صنعاء، وتستخدم هذه الخدمة ضمن أوراقها العسكرية في حربها العبثية على اليمنيين. في صعدة تمكنت القوات الحكومية من تحرير مرتفعات وسلاسل جبلية بعد هجوم شنته على مواقع الميليشيات الإرهابية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية استعادت سلسلة جبال ومرتفعات أنمار وتباب الحمراء والسفينة بوادي البوجبارة، وأضاف أن المواجهة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات الإرهابية وتدمير عدد من العربات والآليات. أنا قمم جبال مران، هذا حيدان القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب بقيادة العميد عازم بن علي بن هادي قامت قبل يومين بعملية خاطفة عن طريق فرقة مكافحة الإرهاب بإنزال مظلي في هذه المنطقة، ونحمد الله شكرا اليوم تم التحام المنطقة وقام فريق الهندسي بشق الطريق إلى قمة حيدان، وهذه المناطق وهؤلاء الأبطال والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب يتجولون في هذا المكان.
من دخل بيته فهو عامل، ومن قال يخرج سوف ينال جزاءه. السكان والمواطنين يجلسوا في بيوتهم لن يصيبوا ميادة. وندعو قوات الامن بالمجيء لاستلام منطقة الملاحيض حتى السيطرة عليها وتأمينها تماما. هي كانت مدارس للحوثيين قبل فترة. استطاعوا هؤلاء الأبطال. هذه الجبال المران أمامكم، وهذا الدركتل اخترق الطريق من قوات الخاصة ومكافحة الإرهاب. هؤلاء أبطال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب كما ترون يأمنون الطريق. تابع القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في جبهة الملاحيض في الطريق إلى جبال مران أحد العجيب. تقوم الفريق الهندسي، الفريق الهندسي تابع للغام تقوم بعملها في الطريق. تقترب من السيطرة على معنا عبر الهاتف عقيد رؤنا السيطرة على مدينة ركن التوجيه المعنوي السيطرة على مدينة الصالح في مدينة الحديدة، حيث تواصل تقدم الميدانيين لاستكمال تطهير مدينة الحديدة. لاحظ ان هنالك عمليات صعبة، شق طرق وايضا يعني محاولة التعامل مع الالغام. حدثنا عن جبهة صعدة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره على هذا التواصل في ضمنها في خلال اليومين الماضيين، والحمد لله نحن دائما في تقدم الطرق كما وعدناكم ووعدنا جميع الشعب اليمني. حيث قامت فرقه من مكافحه الارهاب عمليه مباغته في انزال مظلي في منطقه حيدان قبل يومين، وقامت تاخذ مكان وحيز من المكان في راس الجبل بالتوسع. كانت عمليه سريه حتى تم التواصل مع القوات البريه التابعه للقوات الخاصه، وشدينا الطرق والحمد لله المكان عامل. ونحن الان نكون الان قد وصلنا الى بدايه مديريه حيدان العلم الرئيسي بعد الملك الهمري واعوانه، ونحمد الله ان كبدناهم خطايا كبيره وهم الان يقاتلون ويستبدلون من اجل اعاده او صحب الجبل في اطوال البلادات والماء. وكنا نحاول ان نحضر بها مجموعه، ولكن ان العدو هناك احزابيين يدافعون حتى الموت، ونحن كذلك على حقيقتنا على سنه الله ورسوله باذن الله تعالى. نعم، العقيد الركن احمد المصعبي ركن التوجيه المعنوي. اشكركم بالصلاه الكاذبه وتحديدا كبيره كما وعدناكم ووعدنا الشعب وقطع راس هذا الاصابع الخبيث وارساله للجميع حتى الشهداء باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. اذا شكرا جزيلا لك. وتعكس التقدمات الميدانية التي أحرزتها القوات الحكومية في عدة محاور بمحافظة صعدة تآكل ميليشيات الحوثي الإرهابية من الداخل، وظهر ذلك أيضا في خسارتها للعديد من المواقع الاستراتيجية في محافظة البيضاء وغيرها من الجبهات. تقدمات ميدانية أحرزتها القوات الحكومية في محاور عدة بمحافظة صعدة ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها في 7 جبهات لتطهير كامل المحافظة. فقد أحكمت سيطرتها على ما يقارب من 20 قرية في مناطق مديرية الملاحيض ضمن مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومتر، إضافة إلى تأمين عدد من المرتفعات والسهول التي باتت مطلة على مثلث مران معقل زعيم الميليشيات الحوثية. هذا مثلث مران، احنا المفروض التصوير بس، هذا مثلث مران، قرب هذا مثلث مران، هذا قبر الهالك. بالتزامن مع ذلك شهدت مديرية كتاف معارك طاحنة وتكللت بتأمين التباب الحمراء والسفينة بوادي آل بوجبارة وسلسلة جبال أنمار القريبة من مركز المديرية، وتكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث سقط العشرات الصرع وجرحى، فيما آثر البقية الفرار والنفاذ بجلودهم أمام كثافة النيران المنهالة فوق رؤوسهم.
الضربات العنيفة بالصواريخ وقذائف المدفعية أرغمت الميليشيات الحوثية على التنازل عن جبل دير بمحافظة البيضاء بعد الخسائر الكبيرة في صفوفها، مخلفة وراءها الكثير من قتلاها والذخائر التي اغتنمها أبطال القوات الحكومية. عليها الأبطال اليوم غنائم من الميليشيات الحوثية اليوم تم على جبل دير يعد صفعة قوية في وجه الميليشيات باعتباره من أهم المواقع الاستراتيجية الرابطة ما بين مديريتي الملاجم والسوادية. تحرر جبل دير أعلى هيئة حاكمة في مديرية الملاجم والوهبية، مسيطر على الوهبية، مطل على الملاجم من جهة الغرب، من جهة الشرق، ومطل على قانه من جهة الغرب والجنوب، ومطل على البياض أيضا من الاتجاه الآخر. يعني هذا الجبل تقدر تقول مطل على مديرية السوادية وعلى مديرية الملاجم. بالله باللغة العسكرية هو يعتبر أعلى هيئة حاكمة في هذه الثلاث المديريات. الانتصارات في مختلف الجبهات تكشف مدى تصدع صفوف الميليشيات وتآكلها من الداخل، وأن الفئة الباغية قد دارت عليها الدوائر. وتمكنت القوات الحكومية من السيطرة على عدد من المواقع بجبهة فضحة في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية سيطرت على شعاب السيلة بالكامل وشعاب الخضرة والفرح وصولا إلى الخط الإسفلتي الرابط بين محافظتي البيضاء وشبوة من اتجاه الملاجم، وسيطرت بشكل كامل على خطوط الإمداد وقطعتها عن ميليشيات الحوثي الإرهابية في فضحة وظهر البياض. تمويل الذخائر الآن يتم إسعاف المقاتلين بالذخائر. اختطف مسلحو ميليشيات الحوثي الإرهابية عددا من الشبان في بعض أحياء مدينة دمار. مصادر محلية أكدت أن ميليشيات الحوثي على متن عدد من الأطقم جالت في شوارع وأحياء مدينة دمار وشرعت باختطاف الشباب من بعض الأحياء وبالتحديد في شارع المعارض وبعض حارات المدينة. أضافت أن المختطفين كانوا يحتال في صفوفها. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران نقصا حادا في مخزونها البشري جراء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهة الساحل الغربي. استمرت النشرة فيها بعد الفاصل. أزمة جديدة للغاز المنزلي تفتعلها ميليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. عمد الحوثيون على اعتماد خطة توزيع معقدة للغاز المنزلي والمحافظات أو للسكان في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها بقوة السلاح، ما تسبب بمضاعفة معاناة السكان. وتعمل الميليشيات منذ شهرين على افتعال الأزمة للحصول على أرباح هائلة على حساب معاناة المواطنين. أزمة مفتقرة للغاز المنزلي في العاصمة صنعاء،
والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية تسببت بمضاعفة معاناة السكان، وتعمل الميليشيات على افتعال الأزمة للحصول على أرباح هائلة واحتكار البيع والتوزيع، حيث تباع الأسوانة الغاز 20 لترا ما بين 8,000 إلى 10,000 ريال. في وقت أعلنت جميع محطات البيع والتعبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات نفاذ مخزونها من مادة الغاز، الأمر الذي تسبب في حالة من الخوف والهلع بين أوساط المواطنين. وأدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار أجور النقل بالحافلات التي تعمل بمادة الغاز، فيما بدأت المطاعم برفع أسعار المأكولات إلى الضعف، ويمارس الحوثيون الابتزاز بحق المواطنين لتضييق معيشتهم من خلال عملية احتكار بيع الغاز المنزلي وافتعال الأزمة منذ شهرين. وعمد الحوثيون على اعتماد خطة توزيع معقدة للغاز المنزلي للسكان في العاصمة صنعاء، تنطوي عليها عملية أمنية للحصول على معلومات المواطنين بياناتهم، حيث لابد من القيام بعدة خطوات للحصول على أسوانة الغاز، وهو ما يجعل من صعوبة الحصول على الغاز بشكل فوري، مما يتسبب بمعاناة معقدة للأسر في قوتها الضروري. ويقوم الحوثيون بتقسيم الأحياء في العاصمة إلى 4 أقسام، بحيث يحصل كل قسم على الغاز مرة واحدة في الشهر لبيع أسوانات الغاز عبر عقال الحارات، وخلال الشهر يقوم عقال الحارات بتجميع الأسوانات من المواطنين. مصادر سكانية في صنعاء كشفت عن قيام بعض عقال الحارات في ظل انعدام مادة الغاز المنزلي من السوق المحلية بيع حصتهم المقدرة لكل واحد بنحو 400 إلى 500 أسوانة غاز منزلي في السوق السوداء، فيما تقوم بتوزيع باقي الحصة على سكان الحي. وأنشأت الجماعة رؤوس أموال جديدة، حيث بدأ قادة في الجماعة بإنشاء شركات استيراد الغاز وبيعه في السوق السوداء. وقبل استيراد الغاز كان الحوثيون قد بدأوا بفتح استيراد المشتقات النفطية من الخارج، بعد أن أوقفت الجماعة احتكار شراء النفط على شركة النفط اليمنية. تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الريال، ورجال أعمال يهددون بنقل تجارتهم للهروب من نهب الميليشيات، وناشطون إيرانيون يتداعون للتظاهر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد. جولة اقتصادية جديدة، والبداية بشأن المحلي، حيث تراجع سعر الدولار أمام الريال اليمني بشكل ضفيف وانخفض أقل من حاجز 700 ريال. وأكد مصرفيون بأن الدولار واصل هبوطه في كل من صنعاء وعدن، ليتراوح سعره خلال عمليتي الشراء والبيع ما بين 640 ريالا و 710 ريالات، وتراجع الريال السعودي إلى أقل من 200 ريال ببضعة ريالات. متعاملون أكدوا أنه رغم الانخفاض البسيط في أسعار الدولار إلا أنه غير متوفر في أسواق الصرافة. أكدت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي تواصل عمليات الابتزاز للتجار والمستوردين بشكل غير مسبوق، وتفرض عليهم إتاوات وضرائب خارج إطار القانون، حيث فرضت على التجار والمستوردين ضرائب بنسبة تجاوزت 5 أضعاف مما دفعوه من ضرائب العام الماضي. وقال أحد التجار: دفعت مبلغ 20 مليون ريال ضرائب العام الماضي، وهذا العام أجبروني على دفع 100 مليون ريال دون مبرر. وأضاف أن هذه الزيادات في الضرائب والإتاوات التي تدفع لميليشيات الحوثي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يدفع ثمنها المواطنون البسطاء. وهدد الكثير من التجار والمستوردين نقل تجارتهم إلى خارج اليمن، وخصوصا إلى جيبوتي وأديس أبابا، للحفاظ على أموالهم من النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيات الحوثية عليهم. أقامت الغرفة التجارية اليمنية الأمريكية حفلا خطابيا بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها في ولاية ميشيغان، بحضور جمع من رجال الأعمال وأصحاب المهن والشخصيات الاجتماعية والسياسيين البارزين في المجتمع الأمريكي، بالإضافة إلى الشخصيات المرشحة للانتخابات المقبلة من الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان. وقد تم تكريم القيادات النشطة في المجالات التعليمية والخدمية والاستثمار والأمن والجهات الحكومية الأخرى. وحصلت الغرفة التجارية اليمنية الأمريكية على عدة شهادات تقدير وشكر من المسؤولين في الكونغرس والحكومة ومجلس الشيوخ ومن جهات اجتماعية أخرى في ولاية ميشيغان. قالت وزارة المالية السودانية إن الحكومة زادت دعم الطحين بنسبة 40%،
وبمبلغ 35 مليون جنيه سوداني، ما يعادل 737 ألف دولار يوميا بدلا من 25 مليون. وأدى قرار خفض دعم الخبز هذا العام إلى اندلاع احتجاجات نادرة الحدوث في أنحاء البلاد بعد أن تضاعفت أسعار الخبز وقفز التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 66% في أغسطس، وهو أحد أعلى المستويات في العالم. وأخيرا، دعا ناشطون إيرانيون للخروج في مظاهرات في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في حين تأتي هذه الدعوات بالتزامن مع الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط والمصارف والبنوك في إيران. وفقد الريال الإيراني خلال عام أكثر من 76% من قيمته مقابل الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 165 ألف ريال، ما انعكس سلبا على ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخدمية وتردي أوضاع المواطنين الإيرانيين. وفي الملف الرياضي، القديمي يهدي بلادنا فضية الشطرنج في بطولة العرب للفئة العمرية، وبرشلونة يفوز بشق الأنفس على باي يكانو، وفي حين يسقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام أرسنال. وفي الختام، تذكير بأبرز العناوين. المقاومة المشتركة تحكم السيطرة على المدخل الشرقي للحديدة واستعدادات لتأمين المدينة بالكامل. أبطال المقاومة يتعهدون بحماية المدنيين وتقديم التضحيات لتخليص الوطن من عبث وإجرام ميليشيات الحوثي الإجرامية. القوات الحكومية تقترب من مركز كتاف وقمم جبال مران بصعدة وتسيطر على مواقع جديدة في الملاجم البيضاء. لقاؤنا في 11:30 على خير في أمان الله.